هذا شو اسوي فيه، اصوره يعني ولا ايش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي إكس أو. اليوم إن شاء الله راح أكمل وقفت عنده في الحلقة الثانية لما تواجهنا مع ليندا، مدري مع قرين ليندا، الزبدة إنها شبيهة ليندا لكنها يعني شريرة يعني، وآخر شيء يعني فزنا عليها وكذا. فقبل لا نبدأ أتمنى تسعدوني بلايك وتشتركون وتفعلون زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وصلوا على النبي جميعا وخلونا نبدأ. اوكي يا جماعة، اخر شيء وقفت عنده لما كنت عند العرافة وانقذتني، تمام. وبعدين يعني زبدة الكلام يعني طلبت مني اني اروح زي الهوتيل، ان هذا الهوتيل يعني زي اللي يمكن فيه شيء او زي اللي يعني ممكن فيه زي العالم الثاني زي ما صار قبل. المهم فيعني لازم نستكشف الهوتيل هذا وكذا. وش كنت بقول يا ربي، لا اله الا الله. بعد اي هذول يا جماعة، هذول اللي في الحلقة الثانية تكلموا لما جيت عندهم بدون ما أكلمهم أنا، فالظاهر زي اللي يسوون فلوق في المكان إن المكان مسكون. أوكي تمام، إيه صح، لي فلوجر ويلكم تو جوست كات. أوكي ذولي حقين أشباح وكذا، فيعني يصورون فلوق يعني صح لي. ذا سيكريت شو إيفرد، من هذا أكثر عرض مخيف يعني. اوكي خلاص جل ندخل من هنا. او ماي جاد، وش ذا المكان؟ اوكي في واحد هناك. اوكي ويتس يو سكيرد مي، انت من وين جيتي؟ انت خوفتيني، من وين طلعتي لي؟ قام قال انت راح ترقين الدرج لحالك. هذا برضو مسكر، اي مسكر، معناته مع الاسانسير. ماي جاد، ايش في كاتسين؟ ايش في؟ او ماي جاد يا جماعه، هذه استاذتي اللي ماتت. ايوه كدينا خير، كدينا خير. It's been a while. انها مرت فتره طويله. My favorite student. طالبتي المفضله جت تزورني. Did you miss me? اشتقتي لي؟ لا تجاوبين على السؤال. Listen. اسمعي. Ah, your heartbeat. تقول نبضات قلبك. نقدر اسمعها. Anger. معصبة. Self-doubt. And is that guilt, perhaps? أن أنت تشعرين بالذنب. أن إحنا متنا بسببك يعني. Poor girl. بتات مسكينة. Oh my God. يا جماعة دي ما أدري إيش وضعها. Oh my god، دخلنا في الشابتر الرابع on the hunt، ان مكان الجن او المسكون. وش السالفه؟ وش ذا الصوت؟ Oh my god، ما في رحمه على طول كذا في البدايه. اوكي يا الله، شلون اعدي؟ ما في شيء هنا. ابعدوا عني، ابعدوا عني. المشكلة وين اروح؟ ايوه ما قد او ماي جاد، عبالي في شيء مهم طلع وحش. ايش اسوي؟ او ماي جاد، القطوة ثريها هنا. قاعد انت مرة ثانية، قالت ايش دراك اني انا هنا؟ اي قالت انت زي اللي تراقبيني. اوكي يعني اطلع من هنا؟ قالت مسكر الطريق ذا، طب انا اروح؟ ما شاء الله قلت شت الارض. اوكي يعني معناته اطلع مع ذا الباب اللي هنا ولا؟ لحظة لحظة، اتذكرت تحت اخر طابق كان في زي الخشب، فمعناته اكسره يعني ما ارجع من نفس الطريق، من هنا اروح. يا سلام على الذكاء. او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد.
كامل كامل. يا تيس رايح لذا كيفك كيفك ارجع شو سوي لك. اوكي دخلنا مع الباب الثاني. الله يستر. الله يفجع اهلك يا زك يا زك. وش ذا اللي هناك؟ يا سلام يا سلام يا معلم. اوه ماي جاد وش ذا التيس ذا. فكر يرجع لك الزق. الله ياخذك الله ياخذك. بلا ابعد عني يا زق. اوه ماي جاد وش هذولي؟ اوه ماي جاد وش ذا الوحش؟ وش ذا؟ لازم اضربه مع ظهره. يا ليل البثارة. ايوه المشكلة قاعد اسمع قاعد اسمع الاصوات. ايوه God what the hell وش ذا المكان. اسمع اسمع وربي اسمع. اوه ماي جاد تقول في احد في هالطابق انه في ازعاج. اوكي تقول باسورد انها في كلمة سر فعليا. ها ايوه بموت. هذه كلمة السر. اوه ماي جاد وات ذا فك از جوين اون هير. من ذي ما اقدر اصورها. اوه ماي جاد. طيب وش الشيء اللي اخذته؟ اوكي اخذنا مفتاح صح. اوكي مفتاح الدور ال 11 اللي مسكر. يلا الحين نروح نفتح الطابق ال 11. ايوه وات ذا فك. ايوه هذا الكود 2 3. ذا نمبر might be useful. طيب كم الرقم؟ 2 3 9 الظاهر 9 6 3 2. يا ويلي. yes it works. طيب احنا الحين في الدور العاشر. hey هذول فلوجرز. hey guys ملك لاقيدي ghost caught in the act. قاعد يسولفون قلنا احنا قاعد نصيد اشباح وكذا. طيب هاي ما يشوفوني. اي يا جماعة ليندا تقول ان هذولي ما يشوفوني شكلهم يعني زي اللي في عالم ثاني. الله يستر بس الله يستر. ايوه والله اني قايلته ما شاء الله قبيلة كاملة. انا اقول اسحب عليهم. ايوه وش ذا المكان. تمام من هنا اروح. اوكي كويس اني سحبت عليهم والله فضيت لهم. او ماي جاد هذه اللي تو كانت قاعدة على الكنب. طيب ايش اسوي؟ يوم وين الهرس؟ يمه يمه يمه. بس هذه من هي؟ ما يعني ما هي بشخصية من الشخصيات يعني اللي عرفها زي مثلا الأستاذة أو أصدقاء ليندا. أوكي من هنا تمام.
صوت، في صوت طفلة، في صوت طفلة. اوكي جماعة، في هالرسالة يتكلمون عن واحدة اسمها فولان، واحد ماني متأكدة، بس الظاهر انها بنت يعني من الاسم، والظاهر انها هي اللي تو كانت طالعت لنا عند الدريشة، انها كانت تبي تسرق شيء او تبي تسوي شيء في الهوتيل هذا، لكنها انقتلت عن طريق الاشباح، يعني هذا الزبدة او الاختصار، يعني اقتلوها الاشباح. اوه ماي جاد. اوكي رسالة، يعني ما في شيء مهم. اوكي روب maybe I can use it to... اوكي تبينا ننزل ليندا، تمام يلا انزل انزلي، لان ما في الا هالباب هذا، ما في مكان ثاني اروح له. ماي جاد. ايوه اوه ماي جاد، هذه كانت تطلع اصوات، الله ياخذها. ماتت، يلا اقبعي. اوه ماي جاد، في واحد ثاني. يا زق، انحشرت، الله ياخذ عمره. اوكي الحين وين نروح؟ دور. اوكي يا جماعه احنا في الدور الثامن، والله رعب كل ما ننزل. الله يفجع اهله زي بنت الكلب. طيب ايش اسوي؟ تعالي يا زق. Oh my god، شكله نتقاتل معاها مرة ثانية. شوفوا قاعد تنزل. يا خرا. زق بلا زق. لا حول الله. تعالي. زقيق. You no fun. Let's play another time. الحيوان عقب ما سطرتها الحين راحت الزق، عقب ما جدت الحيوانة. اف اخيرا. اوه الظاهر خلاص ندخل يا جماعة. هذول الكتكوتين اللي في الحلقة الثانية كنت اصورهم يركضون قاعد يلعبون بالاسانسير. لا يا كلاب لا تحرقونا. الله يفجع العدو يا مال من القايلة. أيوة خلاص يلا موتي. كريه هذا اللي كأنه صخرة. تمام يلا. أيوة عشان نجي عند الأسانسير. تعالوا يا كلاب، تعالوا. يجننون. تمام اوكي، واحس في مواجهه، ما ادري ليه كذا عندي احساس، لان قالت ذي قرين ليندا ان خلينا نتقابل مره ثانيه. اوكي نزلنا لاخر طابق. لحظه، مو هذا الطابق اللي احنا جينا منه بالاساس؟ خلاص يعني قاعدين نطلع. It wasn't locked before. إيه معناته هذا المكان اللي جينا منه. إنه تقول ما كان مقفل قبل. من سوى كذا؟ اكسري أبوك ذا، ما ينفع. حتى شوف الدرج راحت الأغراض اللي كانت فيه. What the fuck؟ لو قاعد يعزف. اوه ماي جاد، وش ذا؟ صورة. خلي اضربها. اوكي اتكلم معها. اسمه تيول. هاي يو انت. هاي انتي. تبي تطلعي من هنا؟ اسمعي. ان الماستر قفل الباب، اللي هو المعلم حقه او القائد حقه، قفل الباب. وهي ستاتش ذا كي ان ون اوف. اوكي انه موزي المفتاح في واحدة من الغرف. يقول يلا روحي دوريها قبل لا يتأخر عليك الوقت، وزي اللي يعني قبل لا يفوت الاوان وكذا. ده ما شاء الله مروق قاعد يدق عود الاخ.
أيوة شخدنا. إيش هذا المفتاح؟ أوكي خلاص لقينا مفتاح الخروج، مفتاح اللوبي خلاص. إيش فيه؟ أوه ماي جاد، تقول إن المفتاح سرقوه مني دول الصغار. تعال 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 يا زك، تعال 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 يا حيوان، تعال حيوان يضربني بعد. طب شو اسوي معه ذا؟ catch him if you can. يضحك الكلب والله، خاف يوديني عند الماستر حقه. بس ايوه والله اني قايلته. What the fuck، وش ذا الماستر؟ دعسنا. Oh my god، الله ياخذ عمرك يا زيك. اي اضربي اضربي، لا تعطينا فرصة لا تعطينا فرصة. ايوه الكلب. Finally I managed the key. I must use it. اوكي اوكي خلاص خدنا المفتاح. الكلاب زقيق ما شاء الله الحين احترموني. وجع الحيوان اثري كان ايش يسمونه بيغدر فيني، يوديني عند الماستر حقه. خلاص خلاص يلا الحين بنطلع عند المكان الزق. وش فيه بعد؟ وش فيه؟ يا القلتشة، انا ما ادري هو قلتشة ولا افكت يعني في اللعبة كذا. اخلص يلا. الله يستر الله يستر. او ماي جاد، انا ايش قلت؟ قلت بنتواجه معاها. يا ليل ذي البثرة ذي، تبيني اسطرها عشان ما عاد تجيني. بصبرك بس، يلا نتواجه معاه هذا الورع ذي. أنت ما يفيد معاه سلة لأن الواحد يجلدس. الله ياخذ. أيوة الطشي الطشيها الزقة. يي قهر كنت أبي أضربها يا حيوان. شلون المشكلة؟ ايوه ايوه كذا. زقيق زقيق ايوه، اعطيها اعطيها لفه اعطيها لفه. اي اعطيه. الله ياخذس يا زق يا زق. اعطيها اعطيها الزقه دي يا حيوانه يا زقه يا زقه. او ماي جاد هذا ايش في صديق؟ اخيرا فزنا عليه. الله ياخذ عمره هذا البثرة. تقول وشو هذا؟ بيضة، اخذنا بيضة يا جماعة. وش ذا البيض؟ اوكي يعني خلاص هذه قتلناه هذا البثرة. او ماي جاد، يقول شوفوا شوفوا شكلها النجين وحنا كلنا دم. ذولي عمري ما يدرون. نقول ليش مغطى بالدم؟ ليش مغطية بالدم؟ ان تقول هذا شيء مو حقيقي. او ماي جاد، روحنا يعلمون الشرطه. رحنا فيها. اسكتي لا اعطس على وجهك يا زق. ولا من هنا الخروج؟ maybe that's what you tell. اوكي بتروح عند العرافه يمكن تساعدنا. اوكي يا جماعه دخلنا التشابتر الخامس.
ما ادري معنى الكلمه، بس اذا عرفت راح اترجمها لكم في المونتاج. المهم دخلنا الشابتر الخامس. زبدة الكلام لما رجعت للعرافة قالت لي ان البيض اللي معك اسمه سيماني ايجز او شيء زي كذا، وان هذا البيض مرة خطير لانه يستخدمونه في الطقوس الشريرة وكذا. بعدين قالت لي اروح لمكان اسمه كامبوج او شيء زي كذا. لحظة خلي بقرأ اسمه لكم. لحظة دقيقة معلش عشان اقرأ زين. اي انا في المكان اللي انا حاطة عليه علامة هذا اللي هو كامبوج شيء زي كذا. الزبدة اني رحت للحين واقعد ابحث فيه، يعني ابحث عن احد الظاهر، فبابحث انا واذا لقيت عاد ذيك الساعة راح نعرف وش نسوي. الظاهر نقعد نسأل الناس عن البيض هذا وين استخدم. يمكن يقول لي هلو مس، مرحبا فيك في المنطقة هذه. يعني انه ما ممنوع يستخدمون تاكسي هنا. يقول تبين اساعدك بشيء؟ يوم قال سيمن إكس دارك ريتشوال إنه هو البيض الطقوس الشريرة. Your question is الله. يقول انتبهي لأسئلتك يا آنسة. يقول إن هنا تصير لنا حنا أشياء يعني عجيبة في المكان، يمكن هم يعني يخافون من البيض هذا، عرفتوا؟ أوكي، حتى يستخدمون هذه الأشياء إذا بمشون. يعني قد أبحث عن شخص يمكن يعرف في السيمن إكس هذه. والله المكان ما يبشر بالخير. اوكي هذول ما اسالهم. هاي سيس، يقول تبي تلعبين معانا؟ يقول تبي تسالي عن السيمن ايجز؟ just ask the uncle over there. اوكي يقول لا تسالينا، تبي تسالين سالي العجوز اللي هناك. شكله هذا تاغون. ايوه يقول مرحبا يا آنسة. يقول أنا ما أعرف شيء، يعني توني جاي لهالمنطقة، أسألي السيدات اللي هنا يعني أكيد هم يعرفون. أوكي وين السيدات؟ أوكي هذول هم السيدات أخيرا. يس دير أنا. أيوة يا عزيزتي إيش تبغين؟ سيماني إكس قالت ان في شخص واحد يعرف يعني هذا الشيء، او يعني يعرف له وكذا. but she stopped too many fantastic ان هي وقفت هذا الشيء اللي تسويه. بعدين maybe she would ask. قال ان لازم تسالين الجد اللي اسمه بري انه ممكن يساعدك. ايوه ممكن يساعدني انه يكون يعرف شغله عن البيض هذا. by the way Why are you asking about him? إن ليش تسألين عن البيض هذا؟ تقول لي اسمعي أنت لسه صغيرة على ذي الأشياء يمكن؟ أي إلا صح علي، تقول أنت لسه صغيرة على هذه الأشياء ولا تدخلين نفسك في مشاكل زي كذا. طيب أنا ما طلبت رأي سنتي ذا الراس. أروح للجد هذا، هذا جد ولا شباب؟ ظهر هذا؟ أيوة هذا الجد. ساكت. يوم قال وشو؟ speak loud. يقول علي صوتك. I can't hear you. ما أقدر أسمعك. يسوق هذا. سيماني what? Oh my god. أقول سيماني eggs. البيض السيماني. Go ask that crazy woman. يقول لا تسأليني، روح اسألي ذيك السيدة المجنونة. Oh my god. إيش في أمه ذا؟ اقسم بالله ذا شخص انا مو طبيعيه. ذا الشايب يقول لي وش تبين تسالين عن البيض هذا؟ ايش دخل امي انا؟ روح اسالي ذيك السيده المجنونه، تلقينها على التل او شيء زي كذا، ان اساليها الاشياء اللي انت تبينها. اوكي هذه المنطقه وين هالعجيز؟ خلنا نسال ذا. اواشني عسرنين. يونوتو ايش فيه؟ اي جماعه تو انا كلمته بس ما ركزت بكلامي. يقول انا حذرتك انك ما ترقين هنا، لان اللي زي اللي يروحون هالمكان هذا ترى ما راح يعني ينجون. او ماي جاد الله يستر. واضح ان المكان دعس.
أوه ماي جاد يا جماعة، لي ساعة وأنا أدور حشا، خمشت بذا المكان. أوكي لا يكون، أنا لي ساعة أدور أثري في هنا مخرج، صدقني ثورة. أيوة لقيناها يا جماعة أخيرا، شكلها هذه هي. أوه ماي جاد خست وأنا أدورها. أيوة قامت قالت ها، قالت مين أنتي وإيش تبغين؟ بعدين قامت قالت سي ماني إيجز، قامت قالت يس اي يوز تو ريس سي ماني إيجز. ما مداني أقرأ. الزبدة إنها تستخدم السي ماني إيجز هذه العجوز، يعني تعرف لها. قامت قالت أكيد قالوا عني إن أنا سيدة مجنونة صح؟ تضحك. اي قالت انهم غيرون من غيرانين مني لان انا اسوي هذه الاشياء يعني اللي فيها سحر وكذا، او الاشياء يعني الخياليه او فيها سحر. قام قالت ليش تسالني عن السمن اكس؟ بعدين قالت وا لحظه، وجهك ار يو، هل انت من هذا؟ يو ار الايف، اتس مي مس ليندا. نيني تيتي، شكلها تعرفها ليندا. My don't worry my dear I know from that ride. اوكي يعني ليندا تعرفها. Come follow me to my house. اوكي تمام. اوكي يعني تعرفها، بس ما مداني اقرا الكلام بسرعة يروح. الله يهديهم. يوش فيها؟ Poor child, when was the last one? قالت لنا يا عمري انت شكلك من زمان ما مشيتي الطريق طويل. قالت يلا خلنا ندخل جوا. يا جماعة ما ادري ايش، جاني احساس ان وراها بلا كذا، وجهها مو مريح. يوصلعتها. اوكي شكلها كانت الناني حقتي عشان كذا. قالت انت يوم مرة يعني كبرتي ما تتذكريني. الله يستر، بس الله يستر. قالت انتي مرة جميلة مثل امك. اي الا معناتها شكلها الناني حقت ليندا. قالت عشان كذا انا عرفتك انك تشبهين امك. يا جماعة ظهرها يخوف. الله وش ذا الظلمة ذي، الظلمة ذي واضح اللي مرة مرتاعة. طيب هو افتح اللمبات يا جدة. يا جماعة وجهها والله يخوف، هي ذا القرعة اللي وراها. اوكي نكلمها. قالت انت شكلك تعبانة، ليش ما تنامين لك شوي؟ انا خلنا نتكلم بعدين. and انا نسيت عن ايش. اوكي let's call it a day. تمام you can sleep in my room. don't worry my dear one or two اوكي يا جماعة قالت لي العجيز هذه اسمها ناني تيلي مش اسمها، قالت انت الحين نامي شوي وبعدين يعني راح نشوف سالفة البيض، وعلى بال ما انت تنامين وتاخذين لك قسط من الراحة انا راح اشوف سالفة البيض هذا. طبعا يا جماعة قالت لي انام في غرفتها. والله ماني مرتاحت لها يا جماعة ابدا، بس يلا ننام كذا. واضح واضح من هيئتها ان وراها بلا، ليش عايشة لحالها؟ والله نامت يا خوفي، بس اقوم القى المكان يتغير للعالم الثاني صح؟ او ماي جاد، ورب اني قلتها، ورب اني قلتها. تيتي او ماي يو جرون انتو افاين، قالت ان انت مره كبرت وصرت يعني مره امراه ناضجه. اي ريمبر يو از ريسلس جيرل هو لاف تو بلاي هايد اند سيك. قالت انا اتذكرك كنتي تبي تلعبين غميضه وكذا. even if it had gone dark those were the days. قالت انها يعني تحبين تلعبين الغميضه وكذا يعني حتى لو كان في الليل. oh my god الله يستر منها، والله وراها بلا يا جماعه. ايوه 18 ايش فيه؟
ready or not. ايوه ايش قلت لكم؟ here I come. اوكي هذه انا لما كنت صغيرة. اوه ماي جاد قومي قومي من الحلم. what happened؟ ايش اللي صار؟ ايه قاعد تحلم؟ قومي قومي يلا يستر من هذا العجيز دي. اوكي يا جماعة يعني جابولنا بس يعني ذكريات او زي اللي تحلم لما كانت صغيرة انها كانت تلعب مع البزران غميضة وكذا بس يعني ما في شيء مرة ذاك الزود مهم. ايوة قاعد تشوف السمني اكس. الله يستر من هذا العجيز دي. ايوة ايوة يا جماعة خلتها سودة. قلت لكم قلت لكم وراها بلد الناني دي. ايوه انا قايل انا قايل الله ياخذ عمرها. شفتوا رحنا فيها يلا بنتقاتل مع هذا العجيز دي. او ماي جاد يلا متنا متنا متنا. مشكلة وين جوالي؟ يا سلام تقول القدر. Why are you so cruel? Why are you so... The Maylands were such a kind, caring family. اوكي نتكلم عن عائلتي انهم لطيفين ويهتمون. A terrible tragedy. ان ليش يعني كانوا يعانون وكذا. اوكي عائلتي ماتت في الحريق. ايش في؟ انا في زيادة في القصة. ايش فيك يا حبيبتي؟ هل انت بخير؟ اوه ماي جاد والله اني قايل انه متواجه معاها. The Maylinders were no ordinary family. They came from a special bloodline. Okay, إن عندنا طاقة في العائلة طاقة يعني قوية وكذا زي سحر. Which naturally comes with having many enemies. تمام. One night their jealousy overtook them, and they attacked your family. I was there. Okay. It's such a shame I couldn't do anything. قالت أنا كنت موجودة وقت الحادثة بس إن يا للعار إن ما سويت شيء. But I feel blessed that you're here with me now. Oh, oh Linda, you're just like your mother. Oh my God, what is it, Mike? So much potential. Ya weli, ya weli. Oh, Master Rafi and Madame Erna, you should be so relieved. مريضة مريضة. Your daughter has finally come. متخلفة رسمي ذي. Soon she'll be joining you both. قلت يلا لازم تنضمين معانا. Inhale. Oh my God تنضمين معانا في الجحيم. What the fuck. Oh my God. Oh my God قتلتني. يا جماعة انقطع راسها مريضة ذي. Oh my God ايش في؟ او ماي جاد وين في انا؟ كيرست كيبرز اوف ذا دارك. او ماي جاد وات ذا فك يا جماعه جسمها عباره عن راس ورئتين بس. او ماي جودنس المشكله ما اقدر اصارخ يا جماعه. وين هذا الزق؟ أوه! الله يفجع أهلس يا بنت الكلب. أوه ماي جاد أنا أقول لي لين حبيبتي اقبع اقبع من البيت.
الزقة ما أقدر أصورها. حاشن حاشن حاشي يا ربي شنو أصورها؟ تكفون لا تصير ليه صير نظامها زي النمر. يلا يلا سر الليل إحنا ما سرينا. إيه إيه زق يا ربي صبرك. شوف يلا قامت تلطش فينا دلني. خلاص انا ما تخطيت النمر عشان تخطى ذي الزق ذي. الحاش تعالي 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 يا العجيز. او ماي جاد ورعه. ايوه خلص خلص واضح. ابلعي. اوه ماي جاد شكله جلتش. اوه ماي جاد ان هذا مكان موتك ونهايتك. اوه ماي جاد اخيرا شوي ضربناها. ابلعي ابلعي يا خرا. يس كلي زق كلي زق. ماتت ولا شو السالفة؟ ورا قلتشت. او ماي جاد اوكي شكا قلتش يا جماعة. بس الزبدة خلصنا من هذا الزق. يلا خلنا نطلع. او ماي جاد حمل كبدي. اوكي دخلنا في الحظيرة معناته لسه ما خلصنا. شكل هذا اخر شيء خلاص يمكن. I bet you'll taste just like your mother. وين وين وينها؟ وين هذي؟ Oh my god. يبا شوف اللي جاي هناك يما. هذا شو اسوي فيه اصوره يعني ولا ايش؟ السؤال وين راسها يا جماعة؟ مقلتش يا الله. يشو جاي يخوف. تعالي تعالي تعالي. ياه وذا يطرش علي. يلا طرش طرش يا خرا. الله ياخذ عمره الله ياخذ عمره كريه. استغفر الله يا ربي يا ربي ألهمني الصبر. ماجد الجدة ذي النشيطة. ايوه ابلعي. الله ياخذس. يس الله ياخذ عمرس. بلا الله ياخذ عمرس. بلا كريهة كريهة الله ياخذ عمرها. اوف شو السالفة؟ قطوتنا يع وش بتاخذ؟ لا لا يو يا يا ايو. او ماي جاد خذت قلبها. طبعا هذه القطوة اكيد حقت العرافة واضح. قاعد تدور علي كأنه طقوس. هذا اللي نفس العلامة اللي في المدرسة أول حلقة صح؟ أوه ماي جاد وات ذا فك وش ذا اليدين؟ أوه ماي جودنس ما شاء الله ينقلتشا. اوكي هذه اليدين يعني وصلتني ذا المكان. اوكي الشابتر السادس اسمه القدر ديستني او المصير شيء زي كذا.
اوكي يا جماعة راح اوقف لين هنا، احس مرة كفاية، والجدة ذي بثرة. بس اكون صريحة يعني مو زي النمر، النمر هو اللي صدق يعني اكثر زعيم عفنت عنده. المهم يا جماعة راح اوقف لين هنا، ان شاء الله انكم انبسطتوا، واكتبوا لي تحت بالتعليقات ايش رايكم بالحلقة هذه وايش توقعاتكم للاحداث الجاية. وقبل أن ننتهي اتمنى تسعدوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، اشوفكم بإذن الله في الحلقة الجاية.